أنا موجودة في كاوس علشان أحضر التدريب المكثف للاستعداد للأولمبياد التولية ضمن فريق الفيزياء. السنة اللي فاتت لما كنت ثانية ثانوي شاركت مسابقتين لكن ما حالفني الحظ، والحمد لله بعد سنة تدريب زيادة شاركت في كذا مسابقة وأخذت ميداليتين، ميدالية في الأولمبياد الخليجي للفيزياء، ميدالية ذهبية هناك، وميدالية برونزية في الأولمبياد الفيزياء في شمال البلطيق. أحس أكبر داعمين هم الوالد والوالدة، لأنه من يوم أنا صغيرة كانوا يحثوني إني أشارك في موهبة وأستكشف البرامج اللي عندهم. مثلا من يوم أنا رابع ابتدائي سجلت في اختبار قياس حق موهبة، والحمد لله إنه اجتزت الاختبار، ومن بعدها بدأت أدخل برامج موهبة الصيفية والإترائية، وفي المتوسط بدأت أدخل سباقات موهوب، ومنها بدأت رحلتي في الأولمبياد. كوني ضمن طلبة موهبة ومشاركاتي الفعالة مع برامج موهبة، اتحمسوا اخواني اللي هم اخواني الاثنين، وتحمسوا انه يدخلوا في موهبة كمان ويدخلوا برامج زيادة عشان يطور من نفسهم كمان. صراحة الفيزياء كانت صدفة، يعني قبل ما ادخل اختبار موهوب للفيزياء ما كنت اعرف اي شيء عنها، فدخلت الاختبار اشوف كيف، لان هي في النهاية العلوم ايش هي؟ تتكلم عن المنطق، فالاختبار كان عن طريقة تفكير اكثر من انه مفاهيم فيزياء بحت. فالحمد لله قدرت اشارك الاختبار، وعجبني الموضوع انه كيف احنا هي في الاولمبياد ما نتدرب انه نحفظ الفيزياء، ولا نقول انه نحفظ زي المدرسه تحفظنا الاشياء، هنا لا، علمونا كيف نفكر، كيف نحل المشاكل، كيف نحللها عشان نقدر نحل مشاكل عالميه ان شاء الله باذن الله في المستقبل. كان في تاثير جدا كبير علي، يعني لما قارنت نفسي قبل كم سنه في ثالث متوسط للحين مره تغير كثير. مثلا قبل كنت شخص شيء منغلق على نفسي، مثلا خجول شويه، ما اتكلم مع ناس كثير. جيت هنا انه كان لازم اقعد لحالي هنا، هلا ما ابغى احد، الفوائد اني تعلمت كيف ممكن اكون مسؤوله عن نفسي، اكون عايشه لحالي مثلا بدون اهلي في البيت، في يعني غير، وكمان تعرفت على المجتمع مره كبير، وكان انه كان لازم اني اتعرف على ناس عشان ما اكون انه يكون عندي صديقات اقعد معهم زي كذا. فهذا المجتمع مره فادني، فادني اكاديميا، وكمان انه من حيث انه المجتمعيا، ومثلا اكاديميا حاليا مثلا انا في التحصيل مثلا اذاكر هنا في تخصصات كثير، في احياء، في رياضيات، في كيمياء، كلنا نتساعد مع بعض، كل واحده تساعد الثانيه في التخصص اللي هي عارفته. فاحس المجتمع برضو مره يفيد، وفيده كمان مو بس هذا في هذه الفتره، يفيد بعد التدريب، بعد ما دخلنا مرحلة من الثانوي تبقى الصداقات موجودة. هو لحين مثلا التدريب المكثف اضطرينا ان نتفرغ للمدرسة، معناها نضغط المواد ونخلص مدرسة بدري عشان نجي نتدرب ونتفرغ للتدريب خلال هذا الأسابيع. فهو هذا زي كذا، انه كل سنة نهاية كل سنة نضغط مناهج الترم الثاني علشان نقدر نجي كاوست ونتدرب لاستعداد للأولمبياد الدولية. انعكس التدريب على مستوى المدرسة بانه يساعدني في انه كيف افكر، او كيف اني احل انه اي ابروتش هذه المسائل اللي تجيني اي في مكان في المدرسه ولا خارج المدرسه ولا في اي مساله في الحياه. يعني تعلمني كيف مثلا بدل ما احفظ افهم الشيء، افهم اساسه الاصل حقه عشان يساعدني بعدين، انه بدل ما احفظ معلومه بالعكس تثبت في عقلي اكثر عشان فهمت الشيء. لين اخر اولمبياد لي هو الاولمبياد العالمي للفيزياء، وحيقام في 10 جولاي بعد تقريبا شهر تقريبا ان شاء الله، وناوية إن شاء الله أحقق فيه الميداليات عشان يعكس التدريب لمدة السنين، وببذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك. كان في تأثير جدا كبير علي، يعني لما قارنت نفسي قبل كم سنة في ثالث متوسط للحين مرة تغير كثير. مثلا قبل كنت شخص شيء منغلق على نفسي، مثلا خجول شويه، ما اتكلم مع ناس كثير. جيت هنا انه كان لازم اقعد لحالي هنا، هلا ما ابغى احد، الفوائد اني تعلمت كيف ممكن اكون مسؤوله عن نفسي، اكون عايشه لحالي مثلا بدون اهلي في البيت، في يعني غير، وكمان تعرفت على المجتمع مره كبير، وكان انه كان لازم اني اتعرف على ناس عشان ما اكون انه يكون عندي صديقات اقعد معهم زي كذا. فهذا المجتمع مره فادني، فادني اكاديميا، وكمان انه من حيث انه المجتمعيا، ومثلا اكاديميا حاليا مثلا انا في التحصيل مثلا اذاكر هنا في تخصصات كثير، في احياء، في رياضيات، في كيمياء، كلنا نتساعد مع بعض، كل واحده تساعد الثانيه في التخصص اللي هي عارفته. فاحس المجتمع برضو مره يفيد، وفيده كمان مو بس هذا في هذه الفتره، يفيد بعد التدريب، بعد ما دخلنا مرحله من الثانوي تبقى الصداقات موجوده وبتفيد في المستقبل. كيف تجمعي بين المدرسه وبين التدريب؟
هو الحين مثلا التدريب المكثف اضطرينا ان نتفرغ من المدرسه، معناها نضغط المواد ونخلص مدرسه بدري عشان نجي نتدرب ونتفرغ للتدريب خلال هذا الاسابيع. فهو هذا زي كذا، انه كل سنه نهايه كل سنه نضغط مناهج الترم الثاني علشان نقدر نجي كاوست ونتدرب لاستعداد للأولمبياد الدوليه. التدريب هذا هل ينعكس على مستوى دراستك، على دراستك في المدرسه؟ أكيد، يعني انعكس التدريب على مستوى المدرسة بأنه يساعدني في أنه كيف أفكر أو كيف أني أحل، أنه I approach هذه المسائل اللي تجيني أي في مكان في المدرسة ولا خارج المدرسة ولا في أي مسألة في الحياة. يعني تعلمني كيف مثلا بدل ما أحفظ أفهم الشيء، أفهم أساسه الأصل حقه عشان يساعدني بعدين، أنه بدل ما أحفظ معلومة بالعكس تثبت في عقلي أكثر عشان فهمت الشيء. وش الأولمبياد اللي جاي؟ حاليا اخر اولمبياد لي هو الاولمبياد العالمي للفيزياء، وحيقام في 10 جولاي بعد تقريبا شهر تقريبا ان شاء الله، وناوي ان شاء الله احقق فيه الميداليات عشان يعكس التدريب لمده السنه.